بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا الصباح المبارك. يعطينا أذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. هذا هو الأحد الرابع من شهر بقونا أيها الأحباء، وهذا الشهر مميز بقراءات كلها تتكلم عن عمل الروح القدس، لأنه دائما يقع في أثناء صوم الآباء الرسل. فالأحد الأول كان يتكلم عن عطية الروح القدس وما وعد به رب المجد يسوع لتلاميذه: لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فيتكلم عن العطية السماوية: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. وجاء الأحد الثاني أحبائي وهو يتكلم عن غفران الخطية، أي من خلال سر التوبة والاعتراف صار لنا غفران للخطايا، وبالأصح من خلال دم يسوع المسيح. معلش الناس اللي ورا لو سمحتوا، من خلال جسد المسيح ودمه صار لنا غفران الخطايا، ومن خلال سر التوبة والاعتراف وعمل الروح القدس نتمتع بهذا الغفران. وده ظاهر في إنجيل كان القداس عن إنجيل الإنسان المفلوج، عندما قال له السيد المسيح له المجد: يا ابني مغفورة لك خطاياك. وجاء الأحد الثالث أيها الأحباء وهو يتكلم عن إخراج الشياطين. فالسيد المسيح الأسبوع الماضي في إنجيل معلمنا متى البشير يقول للتلاميذ، يقول للجموع آسف: وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. لأنه كانوا بيتهموه أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. ويأتي اليوم الأحد الرابع أيها الأحباء ويتكلم عن مواهب الروح القدس وعمل الروح القدس، وده بيصهر في الوصية، وصية العهد الجديد وإنجيل القداس لمعلمنا لوقا البشير أصحاح 6. ويقول فيه معلمنا لوقا البشير عن السيد المسيح: ولكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فوصية العهد الجديد اللي كان صعب إنها تنفذ في العهد القديم، أحب تحب عدو، تحب قريبك وتبغض عدوك، جاءت وصية العهد الجديد ويقول عنها السيد المسيح: عندما نفعل هذا أحبائي فإننا نكون بني العلي، أي أبناء الله منقادين بالروح القدس، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. هذه مقدمة عن آحاد هذا الشهر يا أحبائي، وبالتالي الكنيسة تريد أن تفتح آذاننا وعيون قلوبنا حتى ندرك هذه العطية التي نتمتع بها نحن في العهد الجديد، وهو عمل الروح القدس في حياتنا.
لعل هذا الإصحاح يا أحبائي يتكلم فيه السيد المسيح بعد أن أختار الاثناشر تلميذ والسبعين رسول، بيتكلم أن هم يعملوا بعمل جديد أو وصية جديدة. أراد أن هو يرفع الإنسان في العهد الجديد كصديق. لذلك نلاقي قبل هذه الكلمة الوصية ندي يد تطويبات، طوبى لكم. يريد أن يدخل بنا إلى عمق الوصية، وليس مجرد الوصية من الظاهر، وهي الحب الفائق. وبالتالي تكون المحبة اللي نحب بيها حتى أعدائنا هي عبارة عن محبة الروح القدس اللي هو مسكوب جوانا. بالتالي حياتنا يا أحبائي لا تكون مجرد حياة ظاهرية أو شكلية، لأنه حناجي أثناء الكلمات ونشوف إن أحببتم الذين يحبونكم فقط زي ما بيعمل أهل العالم فأي فضل لكم، وإن أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم. بل أقول يا أحبائي هذا الحب لا يقف عند مجرد حب من القلب فقط، ولكن يترجم إلى كذا عمل. نحب أعدائنا فنرد العداوة بالحب، وهذا الحب يتحول ويترجم إلى عمل محبة وإحسان، ويقول كنا أحسنوا إلى مبغضيكم. ومن خلال هذا الإحسان ومن خلال هذه الحياة المسيحية الجديدة، كل إنسان مسيح مولود في المسيح هو خليقة جديدة، فإن هذا الإنسان يأخذ بركة بعد ذلك ويبارك الآخرين أيضا. أحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لاعنيكم. بالتالي تكتمل صورة هذا الحب من حب إلى إحسان إلى بركة إلى صلاة، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. أي ديانة ولا أي مذهب بيقودنا أو بيرشدنا أو بيعلمنا هذا الحب؟ هذا ما قاله السيد المسيح يا أحبائي في إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 13. وصية جديدة أنا أعطيكم إيه يا رب؟ أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. طب ما الوصية دي موجودة في العهد القديم، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك وقريبك مثل نفسك. طب ما موجودة يا رب. لا، الوصية الجديدة مبنية على كما أحبنا المسيح وليس كما نفهم نحن أيضا الحب. عشان كده آسف يا أحبائي، وأقول آسف بشدة، لأن كثيرين بمجرد ما يحصل أي موقف من الكنيسة وحزم، للأسف كثيرين يترجموا هذا العمل فين المحبة. الحب هو ليس أن نرضي الناس على حساب المسيح، الحب هو أن نكمل وصية المسيح. المسيح إلهنا له المجد كمل العدل الإلهي حتى ما يخلص الإنسان، ولم يرضي الإنسان وتنازل عن العدل الإلهي. فاهمين كلامي يا أحبائي؟ أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا أيضا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. إذن محتاجين إن احنا ندرك إيه معنى الحب اللي مسكوب في قلوبنا بالروح القدس، وليس الحب
اللي بنشوفه في العالم أو بنتعلمه من العالم أو بندركه بأفكارنا البشرية دون أن ندرك قيمة الوصية وعمق الوصية. عشان كده اسمحوا لي أحبائي هتكلم على ثلاثة حاجات في هذه الوصية. عظمة الوصية في العهد الجديد، والنقطة الثانية أحبائي هو هدف الوصية، والنقطة الثالثة هي قوة الوصية. النقطة الأولى هي عظمة الوصية. لعل كثيرين يقولوا أو تسهر لهم أن وصية الإنجيل صعبة التنفيذ، بل وأكثر من كده في كثير من الأحيان يظن الإنسان أنه مستحيل، مين يقدر أنه هو يحب عدوه؟ مين يقدر حتى أنه هو يصلي لأجل إنسان بيشتمه ويسيئه؟ ده إن ما كانش جواي في غليان وحقد وانتقام وكره، مستحيل. ويسأل الناس هل الوصية دي معقولة؟ هل ممكن إن أنا أنفذ الوصية؟ هل هذه الوصايا، هتكلم عن حاجة عامة مش هذه الوصية بس، كل وصايا العهد الجديد، هل هذه الوصايا معقولة؟ هل يا ترى أنا وصلت لدرجة القداسة إنه يطلب مني أنا إن أنا أعيش بهذه الوصية؟ ولعل البعض يحاول يبرر نفسه. المسيح نفذ هذه الوصية، يقول لك المسيح إله، أنا مش إله. المسيح على الصليب قال يا أبتا اغفر لهم، أنا ما أقدرش أقول. طب أقول لك إيه رأيك في استفانوس رئيس الشمامسة؟ هل كان إله؟ أبدا، كان إنسان زي وزيك. استفانوس لما جاء يرجم ماذا قال استفانوس؟ نفس عبارة السيد المسيح، اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بالرغم هو عارف هم بيعملوا إيه، هم بيرجموه لأنهم رفضوا الكلمة، رفضوا الوصية. وقال لهم يا قصاة الرقاب لماذا تقاومون الروح القدس؟ فين المحبة؟ لما تنادي تقول للواحد كده فين المحبة؟ لا، هو في محبة بس من أجل خلاصه، بس مش محبة مشاعر ونطبطب وندادي. يا قصاة الرقاب لا تقاوموا الروح الذي فيكم، عايز يخلص نفوسهم. المحبة ظهرت عندما قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. افهم يا أخي وافهم يا أخت اليوم إيه معنى الوصية وعظمة الوصية، مش مجرد كلمات شكلية ظاهرية يخدعنا بيها الشيطان. لا، ده مش الحب، لا ده الحب الحقيقي. الحب اللي انت بتقول عليه ده حب العالم. النهاردة انا وانت حبايب، النهاردة بيني وبينك مصلحة، بكرة هتقلب علي هقلب عليك، ده الحب بتاع العالم. عايزني احبك كده؟ عايزني اتعامل معك كده؟ مش حقودك الى المسيح إذا كنت بتطلب مني أنا ككاهن إن أنا أتعامل معك بهذه الصورة. مش حقودك إلى المسيح، أنا حقودك لنفسي بس، تحبني بس عشان أبونا ده يكون محبوب بس. ادخل إلى عظمة الوصية وقوة الوصية. وفي الواقع يا أحبائي يوم ما بنبتدي نتناقش في الوصية بتطلع قدامنا عقبات كثيرة وبيظهر الأمر صعب أمامنا. لكن لما نجي ننفذ الوصية نلاقي ان فعلا بالروح القدس اللي جوانا نستطيع.
مين قال هذا الكلام؟ القديس يوحنا الرسول، أظن بس برضو مش إله، تلميذ زي باقي التلاميذ، بس يقول لنا كده: ووصاياه ليست ثقيلة. بس المشكلة أن الفكر البشري لما يبتدي يتفلسف ويبتدي إن هو يتحاور ويفكر بالمنطق البشري ألاقيها صعبة، لكن لما يجي سيد المسيح يقول كده: احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف، لأنك مش أنت اللي هتعمل، الروح القدس هو اللي هيعمل فيك، لأن الروح هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة. ليه بنستصعب الوصية؟ لأن بنتناقش وبنفكر في الوصية بالفكر المنطق البشري العقيم، سامحوني إن أنا أقول هذه العبارة، لأن الفكر الإنسان ليه عقيم، لأن الكتاب المقدس يقول كده: فكر الإنسان مائل إلى الشر منذ صباه. عشان كده عمرك ما هتقدر إنك أنت تنفذ أي وصية ولا تدرك حلاوة الوصية طول ما أنت بتفكر فيها والتنفيذة بالفكر البشري. إنما قل له كده: يا رب أنت اديتني الوصية، أنت قادر بالروح القدس إن أنا أتمم هذه الوصية وأعيش بهذه الوصية. لربما يسأل إنسان آخر ويقول كده: طب ما وصية الله كانت موجودة في العهد القديم، والناموس كان موجود في العهد القديم، بل وأكثر من كده فعلا كان الإنسان عاجز إن هو ينفذ الناموس، لدرجة أن الكتاب المقدس يقول كده: الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. عايز تقول لي: يا أبونا بعد كده أنا أقدر أنفذ الوصية؟ ده معلمنا بولس الرسول. شوفوا لما الشيطان يحاول أنه هو يحط لنا عقبات، يجيب لنا آيات من الكتاب المقدس يقول كده: معلمنا بولس الرسول، كلما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضرا أمامي، فالشر الذي لست أريد أن أفعله إياه أفعل. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ والشيطان يوقف عند العبارة دي، لكن كمل: معلمنا بولس الرسول قال فعلا هذا الكلام في رسالته إلى أهل روميا، ما فيش حد يقدر ينكر هذا الكلام. بس هل يا ترى معلمنا بولس الرسول وقف عند هذا الحد بتاع الوصية ان انا مش هقدر ان انا انفذ؟ لا، ده قال العهد القديم، ده قال قبل النعمة: ويحي انا الانسان الشقي، من يقدر ان ينقذني من جسد هذا الموت؟ ولكن دايما الانجليز يقول لك كده: but، اي حاجة فيها بط معناها مش بط البط يعني اللي بناكله احنا في الصيام، لا، بط معناها الموضوع هيتحول، خلي بالك الموضوع هيتحول، لربما بط دي ممكن تقود الى شيء اسوأ، لكن انا هقول لك معلمنا بولس الرسول حول الى قوة. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يا حلاوة الوصية، يا عظمة الوصية. بتبص لنفسك وإمكانياتك، هقول لك ضعيفة وإمكانياتي ضعيفة ومش هنقدر نعمل، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يقول كده: لأن الناموس خطية كان يعمل في الإنسان، ولكن ناموس النعمة وقوة عمل النعمة الإلهية. وإذ فبالتالي إذا كان الإنسان عاجز عن إنه هو يطيع أو ينفذ وصايا الناموس في العهد القديم، كم وكم يكون الحال في العهد الجديد؟ هنا ندرك يا أحبائي عظمة مسيحيتنا، هنا ندرك عظمة وصية المسيح له المجد، لأن المسيحية مش وصايا، مش مجرد أوامر، مش مجرد فروض.
يقف إنسان قدامه عاجز يا أحبائي، ولكن المسيحية هي حياة. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد إلا أنا فيه ده، أحياه في المسيح يسوع الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. المسيحية ليست مجرد كلمات أحبائي، ولا المسيحية مجرد وصايا وطقوس، المسيحية حياة. الكلام الذي أكلمكم به هو هو روح وحياة من خلال عمل الروح القدس اللي فينا يا أحبائي. بل أكثر من كذا أحبائي، أقول أن السيد المسيح عندما جاء ليعلم تلاميذه لم يعطيهم هذه الوصايا مجرد وصايا بلا هدف، ولكن لكي يجدد الحياة. سمعتم أنه تحب قريبك وتبغض عدوك، لكن أنا جاي أقول لك حاجة تاني: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. تيجي إزاي يا رب؟ من خلال عمل الروح القدس، من خلال قوة الوصية. وإن كان وظهر للإنسان أنه ضعف، وإن ظهر للآخرين أنه ضعف، ولكنها في حد ذاتها هي قوة. أقول يا أحبائي، عظمة الوصية وطاعة الوصية هي الخنوع، ليس الخنوع بل الخضوع. فرق كبير ما بين إن أنا أخنع يعني مغصوب على هذا الأمر، وما بين إن أنا أخضع. زي زي مثلا عندك خدام في البيت، الخدام دي معاك من هو صغير، انت بتتعامل معاه مش بس كخدام، ولكن بتتعامل معاه زي، مش عايز اقول زي واحد من اولادك، لكن واحد من اهل البيت. الخدام ده اي طلب تطلب منه، طول ما هو متربي معاك من هو صغير، اي طلب تطلبه منه هيقول لك حاضر، وهو مبسوط وفرحان. لكن تعال جيب واحد من بره وشغله عندك، هتقول له اي طلب تطلبه منه هيقول لك حاضر، بس من جوا وبغلي، ويمشي من ناحية تانية، يبص من ناحية تانية ويقعد يبرطم عليك. ليه؟ اصل ده خنوع، ده مغصوب على هذا الامر. لكن التاني بفرح بخضوع لهذا الأمر. عشان كده يا أحبائي، ما يقدرش إنسان يقدر إن هو يعيش الوصية ما لم يذكر نفسه بحقيقة نفسه. تاني، مش هنقدر نعيش الوصية إلا لما نذكر نفسنا بالهوية بتاعتي، بالهوية بتاعتي. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فلان ابن فلان وفلان، وأنا عيلتي فلان وفلان، ومن نسب فلان وفلان، وأنا عيلتي عنده. استنى عم، أنا ما بتكلمش على الهوية بتاعتك دي، بتكلم عليه عن، بتكلم عن الهوية السماوية اللي أنت أخذتها. أنت مسيحي، يعني بقيت ابن ملك الملوك ورب الأرباب. في المعمودية أخذت هذا اللقب، أنت ابني. وإن كان أحد في المسيح يسوع هو خليقة جديدة. ذكر نفسك وذكر نفسك وذكر نفسي، نحن خليقة جديدة. عشان كده مش هنقدر نعيش الوصية ما لم نقول إن كان أحد في المسيح يسوع هو خليقة جديدة. كل الأمور صارت جديدة في المسيح يسوع. الأمور هو ذا الكل قد صار جديدا. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام.
طلب السيد المسيح من التلاميذ انهم لا يقابل الشر بالشر. عارفين ليه؟ اولا لانه لو تعاملنا بنفس الشر يبقى اذا ما فيش خلاف بيني وبينه، ما فيش خلاف بيني وبينهم اهل العالم. وثانيا لما اتعامل بالشر معناها اتعطلت الكلمة. بل اكتر من كده نصحهم ان هم ايه؟ يصلوا من اجل الذين يسيئون. اضبط نفسك، اضبط حياتك في المسيح، تلاقي نفسك انك انت لا تعامل الاخرين بنفس الشر. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا أصحاح 12 وعدد 21 يقول كده: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. أحكي لكم قصة عن هذا الأمر يا أحبائي. في يوم من الأيام كانت تبنى إحدى الكنائس، وجاء واحد شرطي كده برتبة عالية، وابتدى يزعق في الناس ويقول لهم وقفوا البنى. فطلع الدكتور رئيس اللجنة بتاعت الكنيسة دي وبيقول له: احنا عندنا تصريح بالبنى. قال له: لا، البنى ده يوقف حالا. قدر ما حاولوا يقنعوه مفيش فايدة، ابتدى يزعق اكتر وابتدى يهدد اكتر. اضطروا ان هم يوقفوا البنى، راحوا للمحافظ، الحاصل كذا 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 والأوراق بتقول كذا. كل الموجودين اقتنعوا بالأمر، بس قصاد السلطان والجبروت بتاع هذا الإنسان اللي برتبة ما فيش حد قدر يعمل حاجة، وتركوا الأمر في يد الله. تمر الأيام ويجي هذا الإنسان الشرطي اللي بالرتبة العالية، أثناء ما راجع من الشغل بتاعه راكب الموتر، وإذ به يحصل حادثة ويتقلب بيه ويصاب بجروح خطيرة ويدخل المستشفى. وتدبر عناية الله مين يكون الطبيب المشرف والمعالج لهذا الدكتور، لهذا الشرطي؟ نفس الدكتور بتاع رئيس اللجنة بتاعت الكنيسة اللي وقفوهم من البناء. وإذ بهذا الطبيب يعالج هذا الإنسان بكل أمانة. فتح الإنسان الشرطي ده فتح عينه، لقى مين قدامه؟ لقى الدكتور. قال له: مش انت؟ قبل ما يكمل قال له: ايوه انا. قال له: يا بعد كل اللي انا عملته فيكم، وبعد كل الشر، وبعد كل الاوامر ان يقف كل العمل، بعد ده كله بتعالجني وبتنقذ حياتي من الموت؟ ما كان من هذا الطبيب الا إن هو قال كده: لأن إيماننا بيعلمنا إن إحنا لا نقابل الشر بالشر بل نغلب الشر بالخير. أنت أردت لينا شر، ولكن الله سمح النهاردة إن أنا أتقابل معاك النهاردة. ويكون إن تكون النتيجة أن هذا الإنسان الشرطي هو اللي ابتدي يساعد في تتميم أوراق بناء الكنيسة. يا أحبائي، صاحب هذه القصة يقول كده: إن واجهك أحد بشر فلا تندفع لترد عليه مثلما فعل معك، لأنك بهذا تسقط في نفس خطيته، تسقط في نفس الخطية بتاعته، ويتسلط عليك إبليس الذي هو عدوك الوحيد. حاول أن تضبط نفسك، تطلب معونة الله لكي لا تخطئ. طب وإذا كان جواي في ضيق يا أبونا،
أعمل إيه؟ لسه محروق متغاظ من اللي حصل. انت كون في قلبك ضيق، مهما حدث اطرده بالصلوات والقراءات وعدم تذكر ما حدث حتى لا تعطي مكانا لإبليس، بل تذكر محبة المسيح المصلوب لأجل المسيئين. اغفر لهم يا أبتاه، فتصلي أنت أيضا من أجل الذين أساءوا إليك. هذه هي ملامح الطبيعة الجديدة، هذه ملامح النعمة الجديدة اللي احنا نعيش بها أحبائي. بدل العداوة والبغضة تتحول إلى محبة، بدل الإساءة تتحول إلى إحسان، بدل اللعنة تتحول إلى بركة، وبدل الاضطهاد يتحول إلى صلاة. عارفين ليه؟ لأن الروح القدس هو العامل فينا. السؤال يا أحبائي وعلامة استفهام كبيرة، question mark كبيرة، هل تشعر وتدرك بعمل الروح القدس في حياتك وفي حياتك وفي حياتي؟ النقطة الثانية يا أحبائي وهي هدف الوصية. هدف الوصية: الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هدف الوصية هي تعبير عن هذا الحب الإلهي. هدف الوصية هو أن نعلن قوة مسيحنا وشهادة لمسيحنا حتى للأشرار المقاومين. يا أحبائي، الوصية هي التي تسهرنا إن كنا نحيا كأبناء الله أم إن كنا نحيا كأبناء العالم. هل نحن أبناء النور أم نحن أبناء الظلمة وما زلنا نعيش في الظلمة؟ إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم، إن أحسنتم الذين يحسنون إليكم فإن العشارين والخطاة والزنا يفعلون هكذا. نفس العمل، هل تريد أن تساوي نفسك بأهل هذا العالم؟ مش هقول لك إحنا أحسن منهم، إحنا مش أحسن منهم، بس إحنا فينا نعمة، فينا عطية، فينا قوة، فينا ميزة أننا أبناء أولاد الله. لكن إن تخلينا عن هذه الهوية أحبائي للأسف نصير ونشابه أبناء العالم. العالم يوم ما بيطلب، يوم ما بنفذ أي وصية بينفذها وصية أخلاقية، بينفذها وصية لمصلحة، بينفذها وصية عشان ياخد عليها مقابل. إنما إحنا لا ننفذ الوصية أحبائي لكي ما نكون، يقول كده السيد المسيح عبارة حلوة: كما تريدون أن يفعل الناس بكم. بعد ما عرض كذا موقف، من ضربك على خدك اعرض له الآخر، من أخذ رداءك لا تمنعه، كل من سألك أعطيه، من أخذ الذي لك لا تطالبه، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يقول كده في الآخر: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. أنا مش منتظر أجرة، أنا مش منتظر مكافأة، أنا مش منتظر إن أنا أحبه لازم غصب عنه يحبني، أنا مش منتظر إن اللي أنا أعمل معاه خدمة لازم غصب عنه يخدمني، لا. وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكون في الحالة دي إيه؟ بني العلي. ده الهدف، أنك تكون ابن للعلي، صورة أولاد الله، حرية مجد أولاد الله، مش صورة أهل العالم يا أحبائي. لدرجة أحد الآباء قال هذه العبارة: بدون الوصية لا يستعلن أبناء الله للعالم، وبالتالي لا يستعلن المسيح أمام الأشرار كمخلص العالم. أقول: ومن له أذنان للسمع فليسمع. في كل ما نعيش به في العالم، هل نشهد به للمسيح في كلامنا، في أفراحنا،
في أعيادنا، في أعيادنا اللي ما بقتش أعياد، اللي هي بقت مجرد عرض أزياء، لدرجة إن الكنيسة في كل مكان بقت تتكلم عن هذا الأمر. لعلكم شفتوا، وحنحط الفيديو دي عشان ما تقولوش يا ابونا انتوا المتخلفين، انتوا اللي بتضيقوه علينا. اظن احباء كثيرين سمعوا ما ويحبوا ابونا داود لمعي وابونا بولس جورج. ابونا داود لمعي وابونا بولس جورج طلعوا في بعد عيد القيامة وبتكلموا عن ما يحدث في الكنيسة، من اللبس اللي هو لا يليق ابدا ببيت الله. اظن حتقول ان حنسمع كلام ابونا، يبقى مش حنسمع لابونا تاني خالص، لابونا داود لمع وابونا لابولس جورج. ليه؟ مش عايز تسمع الوصيه؟ مش عايز تعلن نفسك انك ابن لله؟ عايز تعيش زي ابناء العالم؟ اقول لا يا احبائي، لا ولا، مش هنسمح، مش هنسمح ان الكنيسة تتحول الى عرض ازياء. كفاية كفاية، سواء في المناسبات وسواء في الافراح، حتى في الافراح. خلوا بالنا يا احبائي، بعد كده لابد ان احنا ناخد يعني نحذر وننتبه. مش اي حد تاني بعد كده يجي داخل باي لبس في الكنيسة خلاص ما الدنيا عيد. لا، هيكون في حزم، هيكون في موقف. لا، ونعلم اولادنا ونعلم بناتنا هذا اللبس لا يليق ببيت الله. الوصية بتقول ايه؟ بهذا اولاد الله ظاهرون، وبهذا اولاد ابليس، اولاد العالم ظاهرون. لا تشاكلوا اهل هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إحنا للأسف تمادينا أكثر وأكثر ونسينا الهوية بتاعتنا، وبقينا حتى الكنيسة ما بقاش فيها الاحترام والوقار. وببيتك يا رب تليق القداسة، بقينا كل واحد الموديل ده يعجبه ألبسه، التسريحة الشعر ده تعجبني أعملها. بقينا فين يا احبائي؟ فين الوصية؟ فين الشهادة للمسيح؟ وتكونوا بني العلي. احد الاباء الرهبان، اسف، احد الاباء القديسين قال هذه العبارة، كان المسيح في كمال قوته عندما قيد الشيطان بموته على الصليب. بمعنى ان احنا لما بنعيش الوصية وبنفهم هويتنا احنا وما بنديش افكارنا لفكر المسيح ونظرنا زي ما بينظر اهل العالم، يبقى هنا في الحالة زي دي بنكون في كمال قوة المسيح وهو على عود الصليب. إنما لو ادينا الحبل زي ما بيقول على الغارب للشيطان، أين النصرة؟ أين الغلبة؟ أين يعظم انتصارنا بالذي أحبنا؟ أين هدف الوصية؟ ضاع يا أحبائي، ضاعت الوصية وضاع الهدف بتاعها. أبائنا الشهداء في احتمالهم وفي صبرهم وفي صلواتهم من أجل الذين كانوا يعيشون في وسطهم والعذبوهم، كانوا شهادة حية للمسيح. القديس الأنبا بخوميوس كان إنسان وثني، قائد كتيبة، كان بيدخلوا على الأهالي وبيقتلوهم. في يوم وصل كده بالليل عند قرية، ومن التعب لقوا نفسهم مش قادرين يعملوا حاجة،
أهالي هذه القرية وفروا له مكان عشان يستريح فيه غصب عنهم، ما هو القائد. لا مش غصب عنهم، بس تعالوا نشوف حصل ايه. صحي تاني يوم القديس بخوميوس عايز ينهي على هذه القرية، جابوا له أكل، غسلوا له رجليه، أعطوا الكتيبة بتاعته كلها، أعطوهم أكل. قال لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا له بنعمل معاك يعني عمل محبة. قال لهم أنتوا مش عارفين إحنا جايين نعمل إيه؟ قال لهم عارفين، جايين تقتلونا وبعد كده بتقدمونا ده كله. قالوا له لأنه عندنا وصية بتقول كده، إذا جاء عدوك فاطعمه، إن عطش فاسقيه، فإنك بذلك تضع جمر نار على رأسه. يعني إيه جمر نار؟ يعني تحرقه؟ لا، جمر النار يعني تخلي الروح القدس يبتدي يتحرك في هذا الإنسان بمجرد انك انت تطعم عدوك، وبمجرد انك انت تعطيه ماء ليشرب، تضع جمر نار على رأسه. اخذ القديس الانبا بخوميوس اخذ بعضه والكتيبة وساب اهل هذه القرية ومشى يفتش ويسأل ويبحث ويتعلم، وصار مسيحي وتعمد مسيحي، ومش أكتر وأكتر من كده، صار أبا للشركة الرهبانية. بسبب إيه؟ بسبب أكل وشرب، بسبب وصية أصهر بيها الناس أنهم في بالحقيقة بنو العلي، أولاد الله ملك الملوك رب الأرباب. ده هدف الوصية أحبائي. أطلت عليكم لكن سريعا كده أختم بقوة الوصية. يوم ما تحل، يوم ما تعيش بالوصية هتعيش بقوة. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. الوصية قوية، الوصية جبارة أحبائي. الوصية يقول عنها معلمنا بولس الرسول، أمضى من كل سيف ذي حدين. معلمنا بطرس الرسول، يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. ويختم سيد المسيح له المجد في قوة الوصية أحبائي، وهي أنه يوري أنك بذلك، أنك أنت لما تعيش بالوصية وبقوتها أنك تعطي أكثر منك أنك تتأخذ. المسيحية المسيحية عطاء وبذل، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هذا هو ما يريده رب المجد يسوع يا أحبائي. هختم قصة سريعة، ما لا أريد أن أكمل هذه النقطة إلا بقصة. في يوم من الأيام جاء إنسان، مش عايز أقول أسود، إنما طبيعة جلده هو أسود فعلا، وصاحب وعمل، يعني إنسان كان عامل جماري. الكلام ده في إحدى الدول الأمريكية يوم ما كان في العنصرية وضد السود، البيض ضد السود. جمار هذا الإنسان جنب مزرعة بتاعت إنسان أمريكاني أبيض. فالراجل من كتر الحقد والانتقام والغل اللي جواه نادى الشغالين اللي معاه وقال لهم امشوا جيبوا الإنسان ده. قال له بتعمل ايه هنا؟ جاي تسرق؟ قال له أسرق ايه؟ أنا جاي راجع من الشغل بتاعي وجاي مر على المزرعة جنب المزرعة بتاعتك، شفت اني سرقت ايه؟ قال له لا، انت بتحوم جنب المزرعة عشان تسرق، مش حسيبك. وما كان من هذا الانسان بكل وحشية انه جاب فاس وكسر وقطع كف هذا الانسان العامل الاسود. عشان ايه؟ نوع من التأديب ونوع من الانتقام، عشان يحذر انه يفكر انه هو ياجي يسرق بحسب فكره. تمر الايام ويخرج هذا الانسان الابيض، انا اسف في الكلمات،
واحد هيقول لي ديسكريمينيشن أبيض وأسود، بس هي القصة عشان أفرق ما بين ده وما بين دي. هذا الإنسان الأمريكاني طلع عشان يقضي شوية حاجات للشغل بتاعه للعمل بتاعه، ضل الطريق بين الغابة، ومن التعب قعد تحت شجرة كده ونعس نام. يصحى بعد شوية يلاقي في واحد أسود وبيقدم له كوباية لبن، مش مخلي باله كويس، بس من يعني من المفاجأة ما قدرش ان هو يقول شكرا كتر خيرك، لقيتني تعبان جبت لي كوباية لبن. لكن ابتدى يدقق في الملامح بتاعته شوية، ابتدت توضح ليه الصورة بتاعت العامل اللي قطع ايده. تخيلوا ما كان ايه كان موقف هذا الانسان. ابتدى هذا الانسان يفتش على الكف على يد الانسان الاسود. الانسان الاسود قدم كده وحاول ان هو يداري يده التانية، مش عايز يقول له اشوف انا بعمل معاك ايه، لا. لكن الانسان الابيض ده بيحاول يفتش، الملامح مش غريبة عليا، وفعلا فتش ولقى ان هو الانسان اللي قطع ايده. في الحال خاف انزعج، فقام الانسان الاسود ده طمنه، قال له ايه؟ قال له هذه العبارة، قال له ما تخافش، لقد حاربتني فكرة الانتقام منك، ده انت قطعت ايدي اللي هي المصدر بتاع الشغل بتاعي اللي انا بقدر اعمل اشتغل بيه، وانا ما قدرتش ان انا اعمل. قال له لقد حاربتني فكرة الانتقام منك، ولكنني قاومتها من اجل المسيح الذي مات من اجل الذين صلبوه. انت مجرد قطعت ايدي، المسيح صلبوه وقتلوه، وقال يا ابتاه اغفر لهم. الانتقام اللي جواي كله تحول الى ان انا ادي لك كباية موية وكباية لبن، ان جاء عدوك اطعمه، ان عطش فاسقه، فانك تجمع جمر نار على رأسهم. اعود واقول يا احبائي، التفكير المنطقي للوصية والتفكير البشري يدفع الانسان للانتقام من الذين يسيئون اليه، ولكن محبة المسيح تشفق على الإنسان الذي يسيء إلينا، وبالتالي نكون في قوة المسيح وهو على عود الصليب. الله يكمل لنا هذه الكلمات، يعطينا أن نعيش عظمة الوصية، أن نتمتع بقوة الوصية، وأن نصل ونتمم هدف الوصية، فنكون بالحقيقة أبناء أبينا الذي في السماوات، أبناء العلي. يبارك الله في هذه الكلمات، تكون سبب بركة وخلاص وحياة جديدة لحياتنا. أحبائي، لإلهنا كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد.